يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وكومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا اليوم من قصص جمانة. راح أحط لكم رابط سنابه في صندوق الوصف. تقول صاحبة القصة: قصتي أوجهها لكل أم وكل بنت تشوف كلامي. ما نشرت قصتي وأنا أخت لكم عشان أفضح نفسي، نشرتها عشان بناتكم وأخواتكم لا يصير لهم مصيري. أنا أصغر العنقود، ولدت بعد انقطاع أمي عن الإنجاب أكثر من 10 سنوات، عشان كذا بيني وبين أخواتي وأخواني فارق في العمر أكبر مني بستة ما بين أولاد وبنات. من وأنا في المتوسط كلهم متزوجين وعندهم عيال، وفي منهم اللي عياله كبري وأكبر مني يجونا في الإجازات. أمي وأبوي كبار في السن، علاقتي في صديقاتي مرة قوية أكثر من أخواتي وبناتهم وأخواني، لأن أغلب عمري عايشة مع صديقاتي يجوني البيت ونطلع مع بعض. دخلت الجامعة قسم حاسب وتخرجت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، كنت مميزة في كل شيء، طموحة أبي وظيفة مرموقة. قدمت في أكثر من قطاع وكتب الله إني انقبلت في القطاع الخاص، شركة معروفة على مستوى الشرق الأوسط. كان قبولي فيها شبه تحدي وأرقام محدودة، ما صدقت على الله انقبل. مشكلتها في أقسام منها مختلطة، لكن أصريت على أهلي إلى أن وافقوا وداومت، وكنت أسعد إنسانة. كنت مجتهدة ومبدعة في دوامي، مرت 3 سنوات وأنا في انضباط وكل سنة أتكرم. السنة الرابعة تمت ترقيتي إلى قسم، كان مدير الفرع شاب، ومع الأيام وفريق العمل صار عندنا جروب وتبادل أرقام نتواصل وقت الشغل. وبعدها ب6 أشهر راسلني خاص وطلب مني رقم أبوي بدون مقدمات، خطبني رسمي من أهلي. لكن كانت صدمة لي رفض أهلي بتعصب وزعل عشانه مو من الأقارب، ويا ليتهم ما رفضوا. تعلقت فيه وحبيته بزيادة، وانطبق عليه المثل كل ممنوع مرغوب. حسيت إني في صراع مع الحب ولازم ننتصر. حاولت أقنع أهلي لكن بدون فائدة، وكل مالي أحبه أكثر. جلسنا سنة محاولات لكن لا جدوى، كنا نتقابل بالسر ونطلع مع بعض بحكم أن أمي وأبوي كبار سن ونومهم بدري، وأحيانا أجي البيت المغرب وعادي ما يسألون. عشان كده أخذت راحتي في الحب وتماديت، بس كنت أخاف على سمعتي وشرفي، وكل يوم أقول له جيب طريقة نتزوج فيها ولو بالسر. كان ألطف إنسان قابلته، ما عمره زعلني، ذوق وحنون وطيب، يحبني ويغار علي، يشتري لي هدايا من أجمل الماركات العالمية، تكلفه مبالغ لكن ما يستخسر فيني شيء. جلسنا على ذا الحال سنة إلى أن أقنعته بزواج المسيار، طبعا أنا بخبيه حتى عن أهلي، كان متردد وخايف. طبعا أنا ما أعرف شيء في زواج المسيار. تقابلنا وكتبنا ورقة على أساس إنها عقد، وجبنا شهود من زملائه وانتهى، وقعت على الورقة وهو وقع، ومن بعدها صرنا نعيش عيشة الأزواج، متى ما سمح لنا الوقت تقابلنا، وبكده ارتحت نفسيا إني متزوجة بالحلال الإنسان اللي اخترته. مرت 8 شهور وكانت من أسعد أيام حياتي كأنها حلم. في يوم تعبت في العمل ودخلت ورحت المستشفى واكتشفت إني حامل. المصيبة إن اللي وداني المستشفى زميلاتي في العمل، طبعا يباركون لي، قالوا ما قلتي متى تزوجتي، قلت زواجي عائل وصغير وما حبيت أحد يعرف عن خصوصياتي. دقيت عليه وعلمته، تقابلنا قال لازم الطفل هذا يطيح بأي طريقة، رفضت تماما. وبدأت بيننا مشاكل 3 أشهر وإحنا في تهديد وابتزاز مرة من طرفي ومرة منه. آخرها اكتشفت إنه طلب نقل الفرع اللي في مدينة أهله وخطب واحدة غيري. أنا هنا انهارت وحزنت وانكسرت، قلت له ما أستغني عنك، خلاص بنزل الطفل بس اجلس معي، لكنه رفض وهددته إني أفضحه لو تمم خطوبته بعقد الزواج اللي بيننا. ضحك بسخرية وقال ليش اللي بيننا عقد؟ ترى ضحكت عليك، لا زواج ولا شيء، هذه ورقة غير مكتملة الشروط ولا يعتبر زواج ولا عندك أي دليل يدينني. وطردني من شقته وشاتني برجله. وصلت بيتنا وأنا ميت بكاء أتمنى الموت ولا جاني، يا فضيحتي يا سواد وجهي. راح وتركني وتزوج وأنا أتجرع مرارة الحمل وأدعو الله وتبت لله سبحانه، ولا عاد أترك الوتر ولا الاستغفار. تغيرت حياتي وحجابي، كنت في كرب عظيم وخوف من الفضيحة. بدأ يكبر بطني، تجنبت كل الاجتماعات العائلية بحجة العمل، وإذا جاني أحد من أخواني ألبس واسع أو جلال صلاة، أخواتي نادر يجونا وأنا عشان بكرية ما كبر بطني واجد.
وأمي وأبوي كبار سن وعندهم ضعف نظر ولا يعرفون شيء. وصلت التاسع وبدأ الضنك والعذاب وبدأ الطلق، وكلمت أهلي وقلت أنا في سفرة عمل للمنطقة الفلانية بنروحها أنا وصديقتي. دقيت على صديقتي في العمل وقلت تعالي البيت، وجتني وصرحتها بكل شيء. أنهارت وبكت وبكت وخافت، بس اللي أعرف أنه عند أهلها بيت في المنطقة اللي يسكن فيها الظالم اللي تركني، وترجيتها تساعدني. كنت في كرب عظيم، قلت لها أنا وإنت نسافر المنطقة ونسكن بيت أهلك وأولاد وتسترين عليه وأرجوك، وبكيت وسلمت على رجولها. قالت بيت أهلي مهجور من سنة، قلت عادي راضية. جلست ساعة تبكي وتصلي وتستخير، بعدها قالت ما أقدر أتركك، ونزلت عند أمي وسلمت عليها وقالت يا خالة فلانة بنسافر أنا وهي رحلة عمل أسبوع ونرجع. قالت أمي تم الله يحفظكم، وتتصل على أخوها واقنعته وسافرنا. ووصلنا في الليل ونظفنا البيت وسكننا، وصباح اليوم الثاني رحت مستوصف بهويتي كزائرة. كشفت علي الدكتورة قالت ضروري تروحين مستشفى الرحم مفتوح. أخوها طبعا رجع لأننا قلنا رحلة عمل. بعدها مرينا الصيدلية وأخذنا أغراض مولود من رضاعة وحليب، ومرينا محل وأخذنا له ملابس، ورجعنا البيت وبدأ الطلق يشد. وصديقتي مطلقة وعندها أطفال وسبق وجربت الولادة، وربي فرج علي ولدت بسهولة ولا احتجت مستشفى. بيت مهجور وطفل زنا، وحدة وحشة هم وخوف من الفضيحة، كل هذا عشان أطيع نفسي وأصدق كذبة الحب. صديقتي كانت تولدني وتبكي، وأخذت ولدي وروشته ولبسته، وشلنا بقايا الولادة وأخذتها ورميتها بعيد عن البيت. كرب عظيم ما أستطيع وصفه، زادت حجم المصيبة بس افتكيت من الهم العظيم اللي هي الولادة. جلست يومين تعبانة بس مو أوصف لكم طفلي، جميل جميل وصحته حلوة، وتعلقت فيه صار روح اللي بين ضلوعي، لكن بيني وبين نفسي نار، وقررت أنتقم من الظالم أبوه. يومين وأنا أجهز الطفل وشنطته ونطلع أنا وصديقتي مع عامل سريلانكي عنده سيارة ونزوده في السعر، ونجلس نراقب عند بيت أهله ساعة ساعتين ثلاث أنتظر وصوله. وفي اليوم الثالث جاء بيت أهله وعرفته ونزل، ورحت حطيت طفلي عند باب بيتهم وكتبت اسم أبوه كامل على صدره ولصقتها. اتصلت عليه من رقم ثاني ورد، قلت ألو أنا فلانة، الأمانة وصلت مولودك عند الباب، وقفلت في وجهه. واقفين بالسيارة بعيد وأشوفه يطلع زي المجنون، وشاله ودخل سيارته واتصل علي يبكي يا مجرمة يا عاهرة، هذا طفل إنسان، كيف قلبك يقوى؟ وكان يبكي بهستيرية. وقلت إيش أسوي، أنت حديتني؟ قال ارجعي خذيه وأوعدك نتزوج، والله أملك عليك بكرة. قلت لا يا مجرم، أنا ما أبغاك ولا أبغى طفلك. وقفلت وصدري يصب حليب من الشوق لطفلي. رجعنا البيت وانهارت وفكرت انتحر، قطعت شعري من القهر ومن ألم فقد صغيري، بس ما بيدي شيء. انتهت المهمة بكل ألم، رجعنا أنا وصديقتي مدينتنا، وكنت هلكانة بموت تعب، وقلت لأمي إني مريضة وماخذة إجازة. رفعت راسها أمي وقالت والله يا فلانة لو ما أعرف إنك بنت وما تزوجتي إني أقول إنك نفاس. انفجعت وقلت إيش؟ قالت وجهك وشكلك ذكرني بخواتك وهم نفاس. قلت ممكن عشان السفر والسهر والمرض وضح فيني التعب. ومرت الأيام وخلصت الأربعين وقلبي فيه مثل الجمرة، ما تمالكت نفسي، اتصلت عليه سألته عن طفلي ولعني وقفل في وجهي، بس عرفت انه حطه عند مسجد في أحد الليالي. وهنا بدأ قلبي يوجعني، لا أذوق للأكل طعم ولا للنوم في جفني مكان، ما أبي من الدنيا إلا طفلي. وصرت أدق على دار الأيتام اللي في ذيك المنطقة وأقول لهم ودي أشتغل متطوعة وبراتب زهيد، وافقوا ولقيت وظيفة حاضنة براتب 800 ريال. وافقت وقدمت استقالة من عملي، كان راتبي 15,000 ورضيت براتب 800 ريال، وقلت لأهلي لقيت وظيفة حكومية وأروح واستأجر لي ولد أخوي قريب من دار الأيتام اللي فيه طفلي. انفجعوا يوم قدمت لهم شهاداتي، بس قلت أنا احتسب الأجر ولا كتب الله لي أصير أم، عشان كده اخترت أتوظف في دار الأيتام. داومت أول يوم وكأني أطير من الفرح، بدأت رحلة البحث عن صغيري، كان في أكثر من طفل لكن عرفته على طول رغم أنه كبير شوي، لكن نفس الملامح ومحتفظ بصورة له. قالوا نمسكك أطفال الابتدائي أريح من الرضع بحكم أنك مو أم، قلت طلبتكم ما أبي إلا الرضع. وافقوا وأخيرا حطيته على صدري وحضنته، شميت ريحته وهمست في أذنه، والله والله ما يفرقني عنك إلا الموت. كنت أجلس إلى 9 بالليل شفتين عشان أجلس معه، بينت لهم إني تعلقت في هذا الطفل وطلبتهم أتبناه وآخذه. مرت علي أمور كثيرة معقدة لدرجة يئست ما توصل الموافقة.
كان الشرط مرضي علو عشان يكون محرم لي. كلمت بنت أختي كانت نفاس وطلبتها وأقنعتها أني وحيدة ومسحورة وما أبي أتزوج، بس أبي ترضع لي هذا الطفل وتكمل أوراق التبني. ربي من فوق 7 سماوات يسرها ورضعته، واكتملت أوراق حضانتي له. كنت كل يوم أسولف له ونسيت كل كرب، نسيت الألم والحزن وأبوه الظالم. قررت أعيش عشان أربي طفلي. كان يوم يشبه العيد، يوم أنا شايلته وطالعة فيه من الدار. ما عاد فكرت في مستقبلي، أتزوج أتوظف، ما همني كلام الناس. ربي سترني وداريت الفضيحة وما حرمت طفلي من الأمومة. ذنبي عظيم، ضاعت حياتي عشان صدقت وهم اسم الحب. والله يا بنات ما يجيب إلا التعاسة، وإن الزواج الشرعي خير وأبقى. مرت سنوات وطفلي بين أحضاني، كبر ودخل المدرسة، وأنا كل ما يتقدم لي عريس أقول إني مسحورة ومريضة ما أقدر أتزوج. وتوظفت وظيفة حلوة، في كل زواج أو مناسبة أنخطب. مو مدح في نفسي، بس أنا جميلة ولله الحمد. ياما تقدم لي ناس وقالوا لإخواني إنهم بيتكفلون بعلاجي وراضين بسحري، بس ربي يعلم السر وأخفى. قررت أربي طفلي وأعيش في هدوء بدون فضايح، بما إن ربي أكرمني وتاب علي وسترني. وصلت 35 سنة، وجت صديقتي اللي وقفت معي في محنتي وقالت عندي لك عريس. ضحكت من كل قلبي وقلت عاد انتي آخر واحدة في الدنيا توقعت تجيبين عريس، لأنك عارفة البير وغطا. قالت والله إني صادقة، عريس ويعرف كل سالفتك. يوم قالتها فز قلبي، قلت سري اللي استأمنتك عليه فضحتيني. قالت والله إني أتمنى لك الخير، ما أقصد أفضحك، والله إنه أخوي من الرضاعة ولا يعرف اسمك، بس حكيته بسالفتك لأنه يبي عروس. عنده 3 أطفال وزوجته طلبت طلاقها وتركت أطفالها، واحد منهم احتياجات خاصة. وأنا أعرفك ما أحان من قلبك على الأطفال، والآدم غني ما تحتاجين وظيفة. قلت انتي مجنونة، كيف يعرف سالفتي كاملة ووافق يتزوجني؟ قالت والله انه قال بعظمة لسانه، اللي تخاف على طفل سفاح ممكن يتسبب في فضيحتها ولا تخلصت منه، انها ما راح تكون لاطفالي الا ام حنون. واما الذنب فان الله يغفر الذنوب. وهي ان ضحك عليها كانت تحسب انه حلال، وحاولت تقنعني انه مو كل البشر مثل الظالم الاول، وانه الرجال يختلفون، لكن فيني الم نفسي وعقدة، اخاف من الطعن والخيانة، أخاف يفضحني إذا زعل علي أو يعايرني ويطلقني. موجوع قلبي وعجزت أتعدى الجرح. قررت أستخير وأدعي ربي وأفكر بجدية. رحت الحرم واعتمرت، استخرت ودعيت الله كثير وبكيت بكاء مرير. عقد نفسية وتراكمات كانت كفيلة بتدمير نفسيتي. بعد ما رجعت تقدم رسم الأهل خطبني، وتزوجت وانزفيت عروس أمام الكل في فخر، وأخذت طفلي وانتقلت للعيش معه. كنت مستحية خجولة، ما أرفع عيني فيه كثيرة، ما حسيت بالسعادة. الماضي يطاردني، شعور الذنب ذبحني، إلى أن طالع فيني في يوم قال إيش فيك ما تبيني؟ في شي مضايقك مني؟ ناقص عليك شي؟ بكيت ولا رديت إلا بقول الماضي كسرني. رفع راسي وقال ما عاش من يكسرك، انسيه انسيه، راضي فيك ولا أبيعك بأموال الأرض، أرجوك عيشي وعيشيني معك. أنا قلبي مات من بعد طلب زوجتي الطلاق، أبغى أعيش حياة حلوة مع أطفالي وأم حنون مثلك. مشت الحياة وبدأت أتأقلم وأنسى، وحملت بطفلي الأول منه ونسيت الماضي صدق من بعد ولادتي اللي في أرقى المستشفيات والمباركات والاحتفالات بقدومه، وفرحة أهلي وأهله. والله الحلال يفرق عن الحرام، انتبهوا يا بنات، الحب كذبة ورب الكعبة. وبعد 2 سنين حملت بالثاني، وربي عوضني بعد الذنب وبعد التوبة والستر. والله إني ما زلت أقوم الليل أبغى أشكر الله على كل هذه النعم. يوم رأى صدق توبتي سترني وجبرني وجمعني بطفلي ورزقني زوج صالح. أكتب قصتي اليوم، ولدي اللي أخذته من الدار صار 6 ابتدائي في مدرسة تحفيظ. لذلك نصيحتي لكل بنت، أغلقي كل باب يدخل عليك فتنة، تجنبي صديقات السوء، ولا تصدقين كل من قال أحبك حتى لو صادق. الانجراف في درب الذنب ممكن يقلب الله هذا الحب كره فظيع وعداوة وانتقام، لأنه من أرضى الناس بيسخط الله، سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. أدعو إن الله يغفر ذنبي، وممكن ولدي إذا كبر رح يعرف إنه من دار الأيتام ويتوقع إني تبنيته. لكن إذا رأيت فيه العقل والحكمة وتعدى سن 20 رح أعلمه بالحقيقة، عشان يعرف إنه أمه اللي ما تخليت عنه رغم كل اللي واجهت، إن أمه اللي ما تخلت عنه رغم كل اللي واجهت. حبتكم أم اللقيط. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة واستمتعتوا. وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.